السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. رجعت لكم من بعد واحد الغبرة ديال واحد المرضى، الحمد لله الله يجعلها مغفرة الذنوب يا رب. كما العادة نبدأ الفيديو ديالنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. البنات، اليوم قلت لكم جيت نشارك معكم عفوا واحد الوصفة اللي دايرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي زبدة سنترال، واللي جربوها بزاف ديال القنوات، وحتى انا جاني الفضول كيف ما تيقولوا. دير بحالي دار جارك ولا بدل الباب دارك. وبصراحه النتيجه كانت رائعه وداخله في اطار الاقتصاد، لانها بوصف يعني بمكونات بسيطه، وكتعطي قرابه تقريبا كيلو تقريبا ديال الزبده، او اقل بشي شويه. المهم التجربه كانت ناجحه معايا 100%. نتمنى من الله تتبعوا النصائح اللي غادي نعطيكم باش تنجح معكم حتى نتوما الوصفه من التجربه الاولى. ها نتوما هنا واحد شويه قطعتو وذوبتو، يعني راها كتذوب رائعه، كتقدري تستعمليها في جميع الوصفات ديالك. الطريقه ديالها جد جد بسيطه، خليكم معايا غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنا كنحتاجو الميكسور، كاس ديال الحليب كبير، يكون البنات على درجه حراره المطبخ، ما يكونش من الثلاجه. هنايا جوج معالق ديال الحامض، وغادي نديرو جوج معالق ديال الخل الابيض، سواء خل الابيض ولا الخل الاحمر اللي كان فيهم ماشي مشكل. وحتى لما كانش الحامض راه تقدروا ديروا غير خل. البنات غير تبعوا هذه الطريقه، هذه راه الوصفه غتنجح معكم ان شاء الله 100%. و250 وشويه بدا ديال الملح، عفوا 250 غرام ديال الزبده اللي كدوبوها اي زبده، اي نوع ديال الزبده البنات كدوبوها وتخليها تبرد، وما تبقاش تدافيها، خاصها تبرد البنات ضروري تبرد. وكنبداو نطحنو شويه بشويه، نطحنو ونحبسو، ماشي نبقاو شاعلين الميكسور حتى نساليو، لا كنطحنو شويه بشويه ونحبسو، نطحنو ونحبسو. كما قلت لكم راه الوصفه ناجحه 100%. وكما العاده البنات ما تنساونيش ملي لايك ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش عائله عالم بسيط ان شاء الله تكبر، علاش لا، ونستافدوا جميعا من هذه الوصفات. هنا كنطحن شويه ونحبس شويه. فاش غادي نحلو الخليط ديالنا غادي يبانو لنا واحد الحبيبات تكونوا، هانتوما كما كتشوفوا معايا هنا هما غادي يبانو، هانتوما هنا البنات شوف كي تكون واحد الحبيبات صغيورين. راه فاش غادي نضيفو المكون الاخر اللي هو الزيت غادي يرجع لينا الخليط كريمي. هنا الزيت البنات ما كنديروهش كامل في مره، كنقسموه على ثلاثه، كنديروا المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه. انا درت المره الاولى هنايا، وغادي ندوز الخليط ديالي في الخلاط الكهربائي غير شويه، ما كنبقاوش موركين عليه بزاف البنات، غير بشويه باش الخليط ديالنا يصدق. هنايا كنطحن شويه بشويه، كنضيف المره الثانيه وكندوزو في الخلاط كيف ما قلت لكم بشويه بشويه. والمره الثالثه والاخيره، وكنطحن غير شويه. كنتمنى البنات اللي غادي يجربوا هذه الوصفه هذه كتبوا لي في لي كومونتير كيفاش صدقات اليوم. هي راه كتنجح 100%، الا تبعتوا ان المقادير راه كتنجح 100%، غير خص يكون الحليب على درجه المطبخ، ما يكونش بارد. هانتوما كتشوفوا القوام ديال الخليط كريمي رائع. هنايا البنات درت انايا درته في العلبه، وكون دايره البلاستيك الغذائي غير باش نجي نزولها من العلبه، تبان لكم بانها راه تبان لكم الزبده كيفاش داير القوام ديالها. كيف ما كتشوفوا هنا القوام ديالها رائع، كتحتفظوا بها البنات قبل ما تستعملوها، تحتفظوا بها في الثلاجه لمده 12 ساعه عاد تقدروا تستعملوها. وما تنساوش النصائح اللي قلت لكم، ان الحليب خصو يكون بدرجه المطبخ، يعني ما يكونش بارد، والزبده باش ندوبوها خصها ضروري تكون بارده البنات، باش النتيجه ديال الوصفه كتصدق معكم 100%. نتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تفيدكم، تلقاو فيديو مقبل ان شاء الله.